بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الكادر الطبي المؤلف من طبيبين أسنان وطبيب قلبية وسبع ممرضين نعمل في المشفى وفي مبنى العيادات التابع للهيئة الطبية في عرسال، ونقوم بتأمين الدواء مجانا للمرضى والمعاينات المجانية يوميا في قسم العيادات. وفي المشفى نقوم بإجراء العمليات الجراحية وإسعاف المرضى، ويقوم الكادر الطبي هذا الكادر الطبي بتغطية العمل في العيادات وفي المشفى في قسم الإسعاف. ونقوم نحن باللجنة الطبية التابعين للمكتب الإغاثي التابع للمجلس المحلي في مدينة قارة بتقديم مبلغ شهري يعادل 15 ألف دولار ثمن أدوية شهريا، وقد دفع منه شهران في الشهران الماضيان. كما قمنا بتوزيع العمل بشابان عندنا هنا في العيادات في الريسبشن تسجيل أسماء المرضى، وعندنا شاب في صيدلية وممرض واحدة في النسائية وممرضة في العيادة الداخلية، ولدينا طبيبان في العيادة السنية وطبيب قلبية أنا الدكتور عبد المجيد رحال في قسم العيادة القلبية. ونقوم بتقديم العون والمعاينات المجانية كما قلنا سابقا. ونلفت انتباهكم إلى أن اللجنة الطبية التابعة للمجلس المحلي في مدينة قارة قد تلقت هذه التبرعات من إخوتنا المغتربين جزاهم الله خيرا ضمن حملة إيدك معنا، ونرجو الله أن يتقبل منا ومنهم هذه التبرعات ويشفي مرضانا إن شاء الله تعالى.